بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لأن العمرة تدخل في الحج، فتكفي أعمال الحج عن أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فليس على القارن أكثر مما على المفرد، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج. وأيضا القارن يجب عليه فدية التمتع، لأنه جمع بين نسكين كالمتمتع. الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن له شبه بالمتمتع في أنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، وله شبه بالمفرد من حيث العمل. هذا هو القارن. ومن العلماء من يرى أن عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج، يعني يكرر الطواف وهو محرم ويكرر السعي كذلك. نعم. فيجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه أحمد في رواية جماعة من الصحابة وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه. واحتج من قال بذلك بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره. وأتموا الحج والعمرة لله، قوله أتموا الحج والعمرة معناه عند هؤلاء أن يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج، سعي للعمرة وسعي للحج. ولكن الآية والله أعلم معناها أن من أحرم بنسك سواء كان عمرة أو حجا وجب عليه إتمامه، ولا يجوز له أن يخرج منه بغير إتمام، فلا يجوز له أن يتنازل أو يرفض الإحرام إذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، بل لا بد أن يتمهما، ولا يحل من إحرامه إلا إذا أدى النسك الذي أحرم به. وقوله لله، هذا فيه وجوب الإخلاص، فيه وجوب الإخلاص لله في النية، بأن تكون النية خالصة لوجه الله، الحج والعمرة كسائر الأعمال. وبعض الصحابة يقول: وأتم الحج والعمرة لله، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، بمعنى أن تحرم من بلدك، أن تحرم من بلدك. ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وأمر من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات. نعم. قالوا: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان، ولأنهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة
فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. ولأن عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة، فصارت قارنة ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافين وسعيين، وإنما طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها. نعم. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة: يسع في طوافك لحجك وعمرتك. هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها أن طوافها يسع لحجها وعمرتها ولم يأمرها بتكراره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي. كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارنا بسبب سوق الهدي، ولم يذكر أنه طاف طوافين وسعى سعيين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواهما الترمذي، وقال: في كل واحد منهما حديث حسن. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا، رواه الأكرم وابن ماجه. وروى الأكرم حتى إن من العلماء من يرى أن المتمتع أيضا، من العلماء من يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، ليس عليه إلا سعي واحد كشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن الصحيح أن عليه سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. نعم. وروى الأكرم عن سلمة قال: حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا، ولأنه نسك يكفيه حلاف واحد ورمي واحد، فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. نعم. ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين. كالطهارتين، كما لو كان عليه غسل جنابة وعليه وضوء، فنوى دخول الوضوء في الغسل دخل، يكفي أن يفيض الماء على جسمه بنية رفع الحدثين، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، فمن باب الإجزاء. وإلا الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم. وأما الآية فإن الأفعال إذا وقعت لهما فقد تم. وحديثهم نعم، قوله أتم الحج والعمرة لله يصدق على ما إذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا، يصدق عليه أنه أتم الحج والعمرة لا تنافي. نعم. وحديثهم لا نعلم صحته، أن يعني حديثهم في الطوافين والسعيين لا تعرف صحته، بينما الأحاديث التي فيها أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد أحاديث قوية كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وقوله لعائشة: يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك. نعم. وحديثهم لا نعلم صحته، وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الأحاديث الصحيحة، وإن صح فيحتمل أنه أراد عليه طواف وسعي فسماهما طوافين، فإن السعي بين الصفا والمروة
يسمى طوافا. قوله تعالى يطوف به من الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يسعى يسعى بينهما، فيسمى السعي طوافا. نعم. ويحتمل أنه أراد أن عليهم طوافين، طواف الزيارة وطواف الوداع. طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر. نعم. مسألة، لكن عليه دم. نعم، القارن عليه دم مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين. نعم. أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه، ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود أنه قال لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما. ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا متمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، لأن التمتع هو كذلك، من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد، يعني سقط عنه السفر الثاني، تمتع بسقوط السفر الثاني للنسك الثاني وفر عليه ذلك، وأيضا تمتع في أنه حل من العمرة وجلس حلالا إلى أن أحرم بالحج. نعم. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. ترفه يعني توسع، والرفاهية هي السعة، بمعنى أنه توفر له سفر استراح منه، كفاه سفر واحد. نعم. فإن عدم الدم فعليه صيام 3 أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع، قياسا على دم المتعة، فإنه مشبه به ومقيس عليه. على القارن ذبح فدية، فإن لم يستطع أو لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام مثل المتمتع، 3 أيام في الحج، وينبغي أن يكون آخرها يوم 8 و7 إذا رجع إلى أهله، بمعنى إذا فرغ من أعمال الحج فإنه يصوم 7 الباقية، إن شاء صامها في الطريق وإن شاء صامها عند أهله في بلده، لأن الصوم ليس له مكان معين، يجزي في كل مكان إلا 3 فإنها لا بد أن تكون في الحج، وأول وقتها من حين يحرم بالعمرة، فلو أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال، في أول شوال، فلا بأس أن يصوم 3، لا بأس أن يصوم 3 من حين يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولكن الأفضل أن يكون آخرها يوم 8، فإن مضت الأيام وجاء يوم العيد ولم يصومها فإنه يصومها في أيام التشريق 11 و12 و13، لأن هذه من أيام الحج أيضا، ولقوله في حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران. نعم. وقال ابن عبد البر القران نوع من المتعة لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. نعم. هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. مسألة، وعلى المتمتع دم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية استيسر من الهدي إما ذبح شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة
السبعة يشتركون في البعير أو في البقرة، وأما الشاة فإنما تجزئ عن واحد فقط في الهدي، وكذلك في الأضحية. هذا ما استيسر من الهدي، ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الأضحية، لأن الهدي والأضحية والعقيقة كلها سواء، لا يجزئ فيها إلا جذع الظأن وهو ما تم له ستة أشهر، وثني سوى الظأن، ثني من المعز ما تم له سنة، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، دون هذه السن لا تجزي. كذلك يشترط أن تكون سليمة من العيوب، تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة، هذه لا تجزي. العرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح، والعورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجزي لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة. نعم. وعلى المتمتع دم، لقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، الآية. وقت وجوبه، قال القاضي: إذا وقف بعرفة. ورواه المروذي عن أحمد مروذي رواه المروذي عن أحمد وعنه: يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك. يجب إذا أحرم بالحج، يجب عليه الدم إذا أحرم بالحج ناويا التمتع، ولكن ذبحه لا يجزي إلا في يوم العيد أو أيام التشريق، فالوجوب غير الذبح، الوجوب بمعنى شغل الذمة، تنشغل ذمته بالهدي من حين يحرم بالعمر ناويا التمتع. أما الذبح فلا يكون إلا في أيام الذبح، يوم العيد والأيام التي بعده، لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد. نعم. وعنه: يجب إذا أحرم بالحج، لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة ولم يذبحه إلا يوم العيد، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر إلى يوم العيد هذا دليل على أن وقت الذبح يوم العيد. أما الهدي الذي يجب لترك واجب أو فعل محظور فهذا يذبحه في وقته، في وقت الوجوب، ليس له وقت محدد. إذا وجد السبب الذي أوجب عليه الهدي من فعل محظور أو ترك واجب فإنه يذبح في وقته. نعم. وعنه: يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا قد فعل ذلك. ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وجه الأول: أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات فلا يحصل، ولأنه قبل ذلك يعرض للفوات يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع، فيعتبر وجود ما يأمن به فواته ووقت إخراجه. على كلا القولين، سواء قيل أنه يجب من حين الإحرام بالعمرة أو أنه لا يجب إلا إذا وقف بعرفة، فذبحه لا يجوز إلا يوم العيد وما بعده. نعم. وقت إخراجه يوم النحر، هذا هو وقت إخراجه، يوم النحر أو أيام التشريق. نعم. وقت إخراجه يوم النحر، لأن ما قبله لا يجوز ذبح الأضحية، فلا يجوز فيه هدي التمتع كقبل التحلل من العمرة، لأن العبادات المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها، وذبح الهدي وقت، ذبح هدي التمتع وقت يوم العيد وأيام التشريق،
فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد، بل إن بعضهم وأصحاب الحملات يذكر أنهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم، إذا مشوا من بلادهم يبدون بذبح الهدي ويأكلون في الطريق، وهذا فيه توفير على المقاول، على صاحب الحملة المتكفل بإعاشة الحجاج الذين معه، يفتيهم بهذه الفتوى ويأخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم ويذبح ويخليهم يأكلون، هو يسلم من النفقة. هذا حرام وخيانة ولا يجوز، هذا تلاعب بالعبادة، لا يجوز هذا. نعم. وإن وجد فتوى أو وجد قول لبعض العلماء، هذا لا يبرر الذبح، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد، لابد من الدليل، والدليل واضح وضوح النهار في أن الهدي هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وما بعده. نعم. مسألة: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة. لا، الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، من أجل أن يقف يوم عرفة غير صائم، من أجل أن ينشط على العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، من أجل أن يخفف على المسلمين أنه يوم وقوف ومشقة، وأيضا مطلوب من الحاج في هذا اليوم أن يجتهد في الدعاء، فإذا كان صائما يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف. نعم. أنه من حين يحرم بالعمرة. نعم. وإذا فات عليه هذا، لأن سببه هو التمتع، والتمتع وجد من حين يحرم بالعمرة. نعم. إذا حصل عليه فوات أو إحصار يذبح فدية تكفي. نعم. فدية للتحلل، فدية التحلل. نعم. يجب عليه، لكن الإخراج يوم العيد، وما حصل يوم العيد، ما جاء يوم العيد، حصر ولا تمكن، ما جاء وقت الإخراج، فلا يجب عليه. مثل الصائم، لو صام أول الشهر أو ومات قبل ليلة العيد، ما تجب عليه زكاة الفطر، ما بعد جاء وقت إخراجها، هي تجب عليه من حين دخول الشهر، لكن إخراجها يوم العيد، فإذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه. نعم. وش الفرق بين الروايتين؟ نعم. الفرق بين الروايتين يعني ثمرة، يعني ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف ما أشوف الثمرة، لا أرى له ثمرة، لأن على كلا القولين، أنا قلت لكم أنه على كلا القولين الإخراج لا يكون إلا يوم العيد، سواء قلت يجب الإحرام بالعمرة أو يجب بالوقوف في عرفة، الإخراج لا يجوز إلا يوم العيد. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة بسبعة إذا رجع. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وقد نص الله سبحانه عليه في كتابه بقوله: فمن تمتع بالعمرة الآية. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر. نعم. أما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر، لقول الله سبحانه: وصيام ثلاثة أيام في الحج. في ثامن الإحرام في الحج ويوم النحر. ما يصوم يوم النحر، يوم النحر ما يجوز الصيام له، كما سبق يكون آخرها عند الفقهاء يوم عرفة.
يوم عرفة، والصحيح أنه يكون آخرها يوم الثامن، هذا الاختيار. أما عند الضرورة يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، هذا عند الضرورة. أما عند الاختيار فيفرغ منها قبل يوم عرفة. نعم. ولو صامها في أول شوال من حين يحرم بالعمرة، أو أحرم بالعمرة في يوم، أو أحرم بالعمرة يوم 2 شوال ثاني يوم العيد، ثاني يوم عيد الفطر، فإن له أن يصوم هذه الثلاثة. نعم. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يصومهن ما بين إهماله بالحج ويوم عرفة. نعم. فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام 3 أيام آخرها يوم عرفة. وقال طاووس يصوم 3 أيام آخرها يوم عرفة، وصوم عرفة بعرفة غير مستحب، وإنما أحببناه هاهنا لموضع الحاجة ولأنه واجب. وذكر القاضي في المجرد أنه يكون آخرها يوم التروية، هذا هو الأحسن. قال شيخنا والمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن يكون آخرها يوم عرفة، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما الخلاف في استحبابه. وأما وقت الجواز لصيام 3 فأوله إذا أحرم بالعمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة، اختاره ابن المنذر بقوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب. ولنا أنه أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول والكفارة بعد اليمين. الحاصل أنه أن الثلاثة وقتها ما بين إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا وقت لها، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فأيام التشريق. نعم. وإذا لم يستطع التشريق، إذا لم يستطع الجلوس ما في حق يصوم. لا، ما ينفع الجلوس إذا فاتت أيام الحج، ما ينفع الجلوس. صوم 10 أيام. صوم 10 أيام إذا رجع إلى أهل. نعم. ولنا أنه نعم. أحد. صوم 3 قلاء. لا، ما يلزم أن يكون محرم. لو صامها فيما بين الحج والعمرة وهو متحلل جاز. جاز. نعم. ولنا أن يجوز أن يصومها محرما ومتحللا من العمرة. نعم. ولنا أنه أحد إحرامه التمتع فجاز الصوم بعده، وإن تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث. أما قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر ذي الحجة، شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، من فرض فيهن يعني أحرم، هذه أشهر الحج، بمعنى أنها وقت الإحرام بالحاج. نعم. فأما قوله سبحانه فصيام 3 أيام في الحج، فقال بعض أهل العلم معناه في أشهر الحج، كلام أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية. وأما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز بعد السبب كتقديم التكفير قبل الحنث. نعم، تكفير السبب الوجوب هو الإحرام، فيجوز
الصيام بعد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن هذا هو السبب. مثل ما لو حلف أن لا يفعل شيئا وأراد أن يفعله فإنه يقدم الكفارة قبل الحنث، وإن أخرها بعد الحنث جاز، هو مخير بين أن يكفر ثم يفعل أو يفعل ثم يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قوله كفرت عن يميني وأتيت، هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على الحنث. نعم. فصل. وأما السبعة أيام فلها وقت اختيار واستحباب وجواز. أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، لأنه عمل بالإجماع. وقت الاختيار أن يصومها في بلده، أن يصومها في بلده، هذا أفضل، لأنه محل إجماع بين العلماء أنه إذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها. أما إذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف. من العلماء من يرى أنه يصومها من حين يفرغ من أعمال الحج ولو كان في مكة، ومن العلماء من يرى أنه يجوز له أن يصومها في الطريق، في طريقه إلى بلده. نعم، هذا وقت جواز. أما الاختيار والأفضل أن يصومها في بلده، قوله تعالى: سبعة إذا رجعتم. نعم. أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. وأما وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، ويكون معنى الآية: إذا رجعتم من الحج، يعني فرغتم من أعمال الحج. لأنه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به. ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع إلى أهله رخصة، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا. وهو الجواب عن الحديث. فصل. الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا أن يكون بعد الإهلال بالحج، والاستحباب أن يحرم بالحج يوم التروية، فلا يتم له الجمع بين المستحبين، فماذا يصنع؟ سئل أحمد رحمه الله عن ذلك فقال: إن شاء قدم إهلاله بالحج. قال في موضع آخر كلاما يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك أحد المستحبين فأيهما ترك جاز، فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه، وإن شاء صام قبل الإحرام. الأمر في هذا واسع. يصوم ثلاثة الأيام قبل عرفة أو حتى يوم عرفة، آخرها يكون يوم عرفة، في أي وقت إن شاء، سواء كان محرما أو متحللا. الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك صيام ثلاثة أيام في الحج، ولم يبين أو يحدد أيام معينة، لأن الحج يبدأ من إحرامه بالعمرة ولو في أول شوال، كله يسمى أشهر الحج. نعم. وقت الاستحباب قبل يوم عرفة، يكون آخرها يوم عرفة أو يوم التروية على قول. نعم. الأيام السبع الشيخ ذكر حالتين: الاستحباب في بلده والجواز بعد رجوعه من أعمال الحج. نعم. مسألة: وإذا أراد الكفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت،
طواف الوداع هذا من واجبات الحج. طواف الوداع سمي بالوداع لأنه آخر شيء، آخر أعمال الحج. إذا أراد أن يسافر إلى بلده فإنه يطوف 7 أشواط طواف الوداع ثم يسافر ليكون آخر عهده بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا إذا طاف طواف الوداع، فإن نفر قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. إلا المرأة الحائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع بحديث إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض. وأيضا صفية لما حاضت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت طواف الإفاضة أمرها بالنفير وسقط عنها طواف الوداع. أما غير الحائض والنفساء فإنه يجب طواف الوداع لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن أخر طواف الإفاضة إن أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم. ها؟ ها؟ ما عليها طواف حتى توكل، توكل لو كان عليها، لكن ما الطواف لا يوكل فيه، الطواف لا يوكل فيه، لازم يطوف الإنسان ولو محمولا. نعم. العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور، ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر به الحجاج ولم يرد أنه أمر المعتمرين. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر أصحابه ولم يعرف أنهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة، هذا لم يعرف. نعم. مسألة، فإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإن طاف للعمرة، إن طاف وداع للعمرة فهذا أفضل من باب الاحتياط، وإلا الوجوب ليس عليه وجوب، لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا أفضل لأن فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه من كل وجه. ولمسلم قال كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولا بد يكون طواف الوداع آخر شيء، آخر شيء، بحيث لا يبقى بعده إلا السفر. أما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة أو بات فيها أو باع واشترى للتجارة انتقض وداعه، لأنه لا يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. وكذلك لو نزل الضحى، ضحى يوم النفير، نزل الضحى وطاف للوداع ثم رجع ورمى الجمرة بعد الظهر سافر، هذا لا يجزي لأنه ليس آخر شيء، لأنه باقٍ عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي. بعض الناس يجهل هذا، بعض الناس يروح يطوف الضحى يقول أبي علشان يصير على سعة ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات، هذا ما صار آخر شيء، صار باقٍ عليه رمي الجمرات. نعم. فلا يجزيه عن الوداع. نعم. لا، ما يطلع من مكة سواء الجدة ولا الغيرها إلا طائف للوداع، إلا إذا صار أهله بعيد ما هم في جدة، من غير جدة يقولون لا بأس أنه يروح لجدة ويرجع ويطوف للوداع، لأنه يلزمه الوداع عند السفر إلى بلده، يلزمه الوداع عند السفر إلى بلده، وجدة ليست بلدا له، وأيضا هي قريبة من مكة
ليست مسافة قصر الآن. نعم. مسألة: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، وذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث. لو طاف للوداع ثم راح يشتري بضايع ولا بات في مكة، ودع أول الليل ثم بات في مكة وقال بسافر إن شاء الله الفجر، قلنا لا، ما تسافر لم ودع، لأن ودعك الأول ما صار آخر شيء. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمروا أن يكون، يقول ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر شيء يكون الطواف. أما لو اشترى أغراض للسفر، اشترى أغراض للسفر أو اشترى هدايا لأولادها أو لجيرانه، هذا ما يؤثر، لأن هذا ما هو تجارة. أغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة، لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة هذا ينقض الوداع. أو قال عندي معاملة بروح أخلصه عقب الوداع، راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة، يقول لا، ما صار آخر عهدك في البيت، لازم تعيد الوداع. نعم. ايه بالنسبه للطاقه الوداع راح يقضي طاقه الهدايا، يطلع عليه النهار، ما يخالف الهدايا، ما هي تجارة ايضا، هي من حوائج السفر، ما تخالف. كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى وتقهوى، ما يخالف هذا كله، ما يضل، ما ينقض الوداع. او قاعد يحمل العفش، ما يخالف كل هذا، لا باس، انه هذا من التهيؤ للسفر، ما يضل. نعم. فإن طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث، ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا، خرج عن أن يكون وداعا في العادة، فلم يجز. كما كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة، لا بأس، هذا لا يضر، إنما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع، هذا هو الذي يخرج. أما لو طاف للوداع وطلع عن مكة وبات الشرائع ولا بات خارج مكة، فهذا لا ينقض الوداع لأنه خرج. نعم. ولأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة، فلم يجوز، كما لو طاف قبل السفر. نعم. مسألة: ويستحب له إذا طاف، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. هذا وردت فيها أثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام، هو أن يقف بين الركن الحجر الأسود والباب ويدعو، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أثار بعض الصحابة وبعض السلف، فيه نظر، فيه الالتزام فيه نظر. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت، لما روى أبو داود. يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت، تعلق بستار الكعبة، هذا ليس فيه دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو استحسان لبعض العلماء، أو فيه آثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال. نعم. يقال له هذا خلاف الأولى، الإنكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة، لا، لكن يقال له هذا خلاف الأولى، تركه أحسن. نعم. لما روى أبو داود. ها؟ بعض أنه بدعة أن الرسول وافق الحل ولا فعله. لا، ما يصل إلى حد البدعة إن شاء الله، لأنه فعله بعض السلف، ما يصل إلى حد البدعة، لكن يقال هذا خلاف الأفضل، خلاف الأولى. نعم. إذا توسعوا صار التوسع بدعة، أما إذا ما توسعوا أنشر بدعة، يصير خلاف الأفضل. نعم. أما إذا أتى به بشيء محذور أو شركيات أو بدع، ما مثل اللي يقول إنه يستغيث بالكعبة أو يدعو الكعبة، أو ما يجوز، ما هو هذا الالتزام. نعم. لمن قبل الزيادة؟ نعم.
الدعاء دعاء مطلوب، الدعاء أصله مطلوب، وهذا دعاء، التزام دعاء. نعم.